بنفس الوقت. فيجي علي يسمع بالقعدة جزئين تقريبا، تحكي عن مقارب 40 صفحة يعني، وحتى وقبل الختمة تقريبا تعب، حتى كان فترته مريض، لا وجاي يسمع يعني ليش؟ حط بباله انه يختم. ففضل ربنا حتى هنا في 34 يوم تقريبا خالد سرى 30 جزء، وهو فضل ربنا قبل الختمة بيوم امتحاننا جمعة الخميس بعد العشاء امتحن الشيخ إبراهيم والشيخ مأمون الفقيه هون بمركز كفر القرآني، وتعدى علينا في النجاح بفضل ربنا وتم تكريمه. أنا الآن راح أمسك المصحف وأفتح المصحف بشكل عشوائي ونسأل خالد بعض المواضع، ونسأل الله أن يكون قدها وراح يجاوب عليهم بإذن الله. أكمل من قوله تعالى: قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. أكمل من قوله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا.